الرد إلى الله والرسول هو بيان، هو بيان بعض ما أمر الله تعالى به في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن الرد إلى الله ورسوله هو اعتصام بالله بحبل الله عز وجل الذي أمر بالاعتصام به في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. لذلك من أقصر الطرق وأيسر السبل التي يقطع بها التنازع بين الناس أن يكونوا على تأهب واستعداد تام للانقياد لحكم الله عز وجل والاعتصام بحبله، وذلك خروجا من كل منازعة ووقاية لشر كل ما يمكن أن يكون شرا في حال الأمة. وهذا الذي ذكره الله تعالى هنا في آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، هو ما أمر الله تعالى به في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال فإن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هناك نهى عن التنازع بعد الأمر بطاعة الله ورسوله وبيان عاقبة التنازع. لذلك الآية تقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، فنحن مطالبون بطاعة الله ورسوله، وإذا حققنا ذلك على وجه الكمال فإننا سنقي أنفسنا ومجتمعنا من شرور التنازع والاختلاف الذي والتصادم والتجاذب الذي عاقبته الفشل وذهاب الريح. والله تعالى ذكر بأمر لعلنا نتناوله في ثاني أسباب الاجتماع، يعني من أسباب وقاية شرور التنازع الاعتصام بالله عز وجل، الاعتصام بحبل الله.